أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ذكر الشيخ أبو حفص الحداد رحمه الله، كان من محتشمي هذه الطائفة، ولم يكن له نظير في الرياضة والكرامة والمروءة والفتوة، وكان الله تعالى يعلمه ويلقنه على طريقة الإلهام. نقل أنه كان حدادا ويكسب كل يوم دينارا وينفقه على الفقراء والأرامل، ويفطر على كسرة خبز، وفي بعض الأيام يحوي بقية البقل التي كانوا يغسلونه في بعض السواقي والبرك فيغسله ويأتدم به. ومضى على هذا زمان حتى مر به رجل أعمى وقرأ هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فاشتغل بها قلبه، وورد عليه وارد من الله تعالى فدهش به، وأدخل يده في الكير وأمسك قطعة حديد محمى ووضعها على السندان، واشتغل تلاميذه بالمطارق فنظروا فإذا الحديدة المحماة على يده، فقال لهم: ما لكم لا تدقون؟ قالوا: وكيف وهي في يدك؟ فأفاق وترك الدكان وفرق ما كان له إلى الفقراء والمساكين، واشتغل بالعزلة والمراقبة. وقال: كنت أشتهي من زمان أن أترك هذا الشغل، فما تركته حتى هو تركني. ونقل أنه كان جارا لدار الحديث، فقيل له: لما لا تحضر المجلس وتسمع الحديث؟ قال: لأني قد سمعت منذ 30 سنة حديثا، وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وإني لا أستطيع أن أعمل بمعنى هذا الحديث، فكيف أسمع حديثا آخر؟ ونقل أنه خرج إلى الصحراء مع أصحابه، فبينما طاب وقتهم إذ جاء غزال ووضع رأسه في حجر الشيخ، فلما رأى الشيخ هذه الحالة أخذ يلطم وجهه ويشهق حتى فارقهم الغزال، فسأله بعض الأصحاب عن ذلك، قال: حين طاب لنا الوقت خطر ببالي لو كان لنا غنمة لشويناها وبتنا الليلة هنا ولم نتفرق، إذ جاء الغزال وانقاد كما رأيتم. قالوا: ولم لطمت على وجهك وشهقت حتى راح الغزال؟ ومن كان له مع ربه هذا الشأن وعنده هذا القرب كيف يتحزن بظهور هذه الكرامة؟ قال: صدقتم، ولكن من أعطي مراده في الدنيا حرم بذلك القدر في الآخرة. أما سمعتم أن نيل مصر كان يجري على مراد فرعون، فلعنه الله لعنة دائمة؟ ونقل أنه إذا حصل له غضب أو انزعاج كان يحدث في حسن الخلق حتى يسكن غضبه،
ثم كان يشرع في حديث آخر، ونقل أنه أبصر رجلا باكيا متضرعا متحيرا في حاله، فقال له: ماذا أصابك؟ قال: كان لي من عرض الدنيا حمار فضاع مني. فقال الشيخ: إلهي بعزتك، أسألك أن ترد عليه حماره. فما رفع قدمه عن ذلك المكان إلا وجاء الحمار إلى صاحبه. ونقل عن الشيخ أبي عثمان الحيري أنه قال: قلت للشيخ أبي حفص الحداد: إنه قد ظهر لي أن أحدث الناس وأعظهم. قال: وما حملك على هذا؟ قلت: الشفقة عليهم. قال: وإلى أي بعد بلغت شفقتك عليهم؟ قلت: إلى حد لو أمرني الله سبحانه وتعالى أن أدخل النار بدل عباده وعذبني مكانهم وأدخلهم الجنة لكنت راضيا. قال: فعلى هذا يجوز لك أن تعظهم، ولكن عظ نفسك أولا، ولا تغتر بكثرة الناس في مجلسك، فإنهم ينظرون إلى ظاهرك، والله تعالى مطلع على ظاهرك وباطنك. فقال أبو عثمان: فطلعت إلى المنبر وشرعت في الكلام، وكان الشيخ أبا حفص في زاوية من المسجد، فقام شخص وسأل قميصا، فقال الشيخ أبو عثمان: فخلعت قميصي وأعطيته السائل. فقال أبو حفص: يا كذاب، انزل من المنبر. فقلت له: وما كذبي؟ قال: ادعيت أن شفقتك على الناس أكثر من شفقتك على نفسك، ثم إنك قد سبقت الحاضرين وبذلت قميصك للسائل، وما تركت للحاضرين هذا الفضل، وآثرت بها نفسك، أفلا تكون كذابا؟ ونقل أنه كان عابرا في السوق إذ استقبله يهودي، فوقع أبو حفص على الأرض ودهش، فحين أفاق سئل عن ذلك، قال: رأيته ملتبسا بلباس العدل، ورأيتني ملتبسا بلباس الفضل، وخشيت من تعكيس الأمر وتبديل الحال، فلذا زال عقلي. ونقل أنه رحمه الله قصد سفر الحج، ووصل في سفره إلى بغداد، فقال جماعة المريدين بعضهم لبعض: الشيخ لا يعلم لسان العرب أصلا، وإذا اتفق له مع مشايخ بغداد صحبة، كيف يكون الحال؟ وهذا عار علينا عظيم. وسير الجنيد جماعة من أصحابه لاستقبال الشيخ أبي حفص، فعند الملاقات شرع يتحدث معهم الشيخ بالعربية كأفصح ما يكون، حتى تعجب أهل بغداد من فصاحته، والله على كل شيء قدير. ونقل أنه قال للجنيد رضي الله عنه: مر بعض أصحابك ليحصل من الحلوى قدرا صالحا، ويحمله على حمال، ويدور به الحمال في أزقة بغداد حتى يتعب. ففي أي موضع وجد في نفسه التعب ليدق الباب القريب منه ثم يهديه لصاحب ذلك البيت. ففعلوا ذلك، ودق الحمال الباب، وقال شخص: إن جئتم بالحلوى فتعالوا. فقيل له:
وبما علمت أنا جئنا إليك بالحلوى. قال إني كنت أمس في مناجاة، فخطر ببالي أن أولادي ما أكلوا الحلوى من زمان ويطلبون مني، فعلمت أن الله تعالى قد بعث الحلوى لهم. ونقل أن الشيخ أبا حفص رحمه الله كان له من جملة المريدين معه رجل مؤدب، ونظر إليه الجنيد كذا مرة فأعجبه من حسن أدبه وخدمته لشيخه وتواضعه له. ثم قال الجنيد لأبي حفص: كم سنة هو في خدمتكم؟ فأجابه: 10 سنين. فقال الجنيد: لله دره، حصل له في هذه المدة ببركتكم معرفة وأدب وسيرة جميلة. فقال الشيخ أبو حفص: نعم، هو قد أنفق على الفقراء في مجلسنا 17,000 دينار، واستقرض 17,000 دينار وصرفها على حوائج السفر لأصحابنا، ومع هذا لا يستجري على أن يسألني مسألة. ونقل أنه قال: التقيت بأبي تراب رحمه الله في البادية، والحال أني ما ذقت طعاما منذ 16 يوما، فذهبت إلى بركة ماء لأشرب منها وبقيت هناك متفكرا. فقال أبو تراب: ما أقعدك على جنب البركة؟ قلت: إني متردد بين العلم واليقين، وأنتظر غلبة واحد منهما، فإن غلبني العلم شربت، وإن غلبني اليقين تركت وذهب. ونقل أن الشبلي رحمه الله قد استضاف أبا حفص 4 أشهر، كان يقدم إليه أنواع الأطعمة اللذيذة ويتكلف في ذلك، ويهيئ كل يوم أنواعا من الطعام وألوانا منه. فقال له أبو حفص يوم الوداع: إن جئت إلى نيسابور فإني سأريك طريقة الضيافة وأعلمك طريقة الدعوة للإخوان. فقال الشبلي: وماذا وقع مني من التقصير في الخدمة؟ قال: ذلك أنك تكلف، والمتكلف لا يكون ذا فتوة، بل ينبغي أن تكون رعاية المضيف للضيف على حد لا يتضجر بنزوله ولا يفرح بارتحاله، إذ التضجر بنزول الضيف والسرور بارتحاله بعيد من الفتوة. ثم اتفق للشبلي أن سافر إلى خراسان، وانتهى في سيره إلى نيسابور، ونزل عند أبي حفص مع 40 رجلا إلا واحدا، ففرح بهم أبو حفص وأكرمهم، وأشعل في الليل 41 سراجا. فقال الشبلي رحمه الله: يا شيخ، أليس هذا تكلفا؟ وإنك قد منعتنا عنه وأتيت بمثله. فقال أبو حفص رحمه الله: قم يا شبلي وأطفئ السراج. فقام الشبلي واجتهد في ذلك، ولم يقدر إلا على إطفاء 1 منها. ثم سأل عن هذا السر، فقال أبو حفص: أنتم 40 وأنا أشعلت لكل منكم سراجا لوجه الله تعالى، وأشعلت لنفسي سراجا، فالذي كان لغير الله تعالى قدرت على إطفائه، والذي كان لله تعالى لم تقدر على إطفائه،
وسئل: هل السكوت أولى للولي أم الكلام؟ قال: لو علم الولي آفة الكلام لسكت. وقيل له: لما لا تحب الدنيا؟ قال: لأنها تلقي العباد كل يوم في معصية. قيل: وإن كانت المعاصي في الدنيا، أليس التوبة فيها أيضا؟ قال: نعم، ولكن حصول المعصية يقين، أما التوبة فمشكولة. قيل: وما الفقر؟ قال: عرض الإنكسار والمذلة على الله تعالى. قيل: ومن الولي؟ قال: من رزق قوة الكرامات ثم غيب عنها. قيل: ومن العاقل؟ قال: من طلب الخلاص عن نفسه. قيل: ومن البخيل؟ قال: من ترك الإيثار في وقت احتياجه. قيل: وما الإيثار؟ قال: أن تؤثر إخوانك على نفسك في الدنيا والآخرة. قيل: وما الكرم؟ قال: أن تترك الدنيا لمن يحتاج إليها، وتتوجه إلى الله تعالى باحتياجك إليه. وقال: خير وسيلة يتوسل بها العبد ويتقرب إلى الله تعالى هي دوام الفقر في الأحوال، وملازمة السنة في الأفعال، وطلب القوت الحلال. وقال: من أبصر بنفسه بعين الرضا هلك. وقال: الخوف سراج في القلب يميز به بين الخير والشر، ولا ينبغي لأحد أن يدعي الفراسة، ولكن ينبغي أن يكون على حذر من فراسة غيره. وقال: من ترى عليه فضل الله تعالى في جميع الحالات يرجى ألا يكون من الهالكين. وقال: أفضل الأعمال المراقبة. وقال: ما أحسن الاستغناء بالله، وما أقبح الاستغناء بالأيام. ومن تجرع من شراب الشوق جرعة دهش بحيث لا يفيق أبدا إلا وقت اللقاء والمشاهدة. وقال: العبادة في الظاهر سرور، وفي الحقيقة غرور، وذلك لأنه لا يسر بفعله إلا المغرور. وقال: المعصية بريد الكفر، كما أن السم بريد الهلاك. ومن علم أنه يبعث ويحاسب ثم لا يجتنب المعاصي والمناهي، فلا شك أن سره يخبره بأنه لا إيمان له بالبعث والحساب. قال: ومن أحب أن يصير قلبه متواضعا فليلازم صحبة الصالحين ويخدمهم. وقيل: محبة الجسد في الخدمة، ومحبة الروح في الاستقامة، والتقوى هي أكل الحلال فحسب. والأعمى: من يعلم أن الله تعالى مطلع عليه ولا يبالي بما يصدر عنه من القبائح. واستوصاه رجل فقال: يا أخي، لازم بابا واحدا ليفتح لك سائر الأبواب، واخدم سيدا يخدمك سائر السادات. وقال محمد شاد: خدمت أبا حفص 22 سنة، ما رأيته ذكر الله تعالى على غفلة في حالة انبساط، بل إذا ذكر الله تعالى كان يذكره على التعظيم وفي غاية الحضور، ويتغير عليه حاله. وقيل له وقت النزع: بما توجهت إلى الله تعالى؟
قال الفقير إذا توجه إلى الغني فهل يتوجه إلا بفقره؟ ونقل أن عبد الله السلمي حين حضرته الوفاة وصى بأن يدفن تحت قدمي أبي حفص رحمهم الله. ونقل أنه قال أيضا إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من الجهل والبطالة. وقال حسن أدب الظاهر هو عنوان حسن أدب الباطن. وقال الفتوة إرادة الإنصاف وترك مطالبة الاتصاف. وقال من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين بمرضاته، وأن يوفقنا لما نستجلب به رحمته ومغفرته، إنه ولي الحسنات رفيع الدرجات. ذكر أبي صالح حمدون بن أحمد القصار رحمه الله. كان رحمه الله من كبار المشايخ، موصوفا بالورع والتقوى، فقيها عالما بالحديث، وله في علم الحديث درجة عالية، وكان في عيوب النفس ذا بصيرة، وكان في المجاهدة والمعاملة في المرتبة الأقصى، وكلامه كان مؤثرا في القلوب، وكان على مذهب الثوري ومريدا لأبي تراب النخشبي، وكان في التقوى إلى حيث أنه كان عند صديق له وقد حضرته الوفاة فتوفي في الليل، فقام حمدون وأطفأ السراج وقال انتقل هذا السراج بموته إلى ورثته، ولا يجوز لنا أن نستضيء بضوئه بدون رضا الورثة. ونقل أنه لما ترقى شأنه في نيسابور قال له أئمتها أنت اليوم موصوف بالعلم والزهد، وكلامك مؤثر في القلوب، فلا بد لك من الاشتغال بالوعظ لينتفع به الخلائق. فقال لا يجوز أن أحدث للناس بالوعظ ولا أثر لكلامي في القلوب، والكلام إذا لم يؤثر في القلوب يكون استهزاء بالعلم واستخفافا بالشريعة، وليس بمسلم إلا من كان سكوته إيصالا للدين وبتكلمه يرتفع الخلل. وقيل لأي شيء نجد كلام السلف أكثر تأثيرا في القلوب؟ قال لأنهم حدثوا لأجل عز الإسلام ونجاة النفس ورضا الرب، ونحن نريد أن نحدث لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق، لا جرم ألا يؤثر كلامنا في القلوب. وقال ينبغي أن يكون علم الحق بالعبد أحسن من علم الناس به، يعني أن يكون في الخلاء خيرا منه في الملأ. وقال أوصيكم بأمرين: صحبة العلماء والاحتمال من الجهال. وقال من اطلع على سيرة السلف يتبين له تقصيره ويعلم أنه تأخر عن درجة الرجال، ويكفيك ما يصل إليك من الرزق بلا تعب، إنما التعب في طلب الزيادة. ومن قدر على أن يبصر نقصان نفسه فليس بأعمى، ومن ظن أن نفسه الأمارة خير من نفس فرعون فهو معجب. ومعنى ذلك
أن النفس من حيث هي نفس منبع للصفات الذميمة والخصال الردية إلا من عصمه الله تعالى. فالنفس لو خليت وطبعها تطلب ما طلبت نفس فرعون لعنه الله. فدعوى الإنسان أن نفسه خير من نفس فرعون لعنه الله غرور محض، والغرور منهي عنه في باب الدين، لأن الغرور يصير سببا للكبر والعجب والهوى، ومنها تنشأ المهلكات بأسرها، نجانا الله تعالى منها. وقال: إياك وأن تلوم السكران لأجل حظ نفسك اغترارا بطهارة نفسك، ولكن لتكن ملامتك إياه لأجل النهي عن المنكر، وإلا يوشك أن تبتلى بما ابتلي به. وقال: لا أعلم حسن الخلق إلا في السخاوة، ولا قبح الخلق إلا في البخل. وقال: من زعم أنه مالك لشيء فهو بخيل. ومعنى ذلك أن يكون باذلا غير جامع، وأن المالك في الحقيقة هو الله تعالى الذي يعطي ويمنع. وإن بحر رحمة الله تعالى مواج في الليل والنهار، فكلما بذلت أو أنفقت شيئا فالله يعوضه بأفضل منه. وقال: الفقير لا يجد لذة التواضع إلا في التكبر على الأغنياء. وقال: التواضع ألا ترى أحدا يحتاج إليك في الدنيا وفي الآخرة. وقال: منقبة الفقير في التواضع، فإذا تركه فانخلع من جميع الخيرات. وقال: كثرة الأكل رأس كل داء، ومن تخلف بطلب الدنيا عن الآخرة صار ذليلا حقيرا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقال: احتقر الدنيا ليعزك أهلها. وقال عبد الله بن المبارك: أوصاني حمدون ألا أغضب لأجل الدنيا. وسئل عن التوكل قال: التوكل أن لو كان عليك 10,000 دينار لا تكون طامعا في أموال الناس، ولا آيسا عن الله سبحانه في قضائه. وقال: هو التعلق بالله تعالى. وقال: تفويض الأمور إلى الله تعالى خير من الاشتغال بالتدبير. ولا يجزع في المصائب إلا من اتهم الله عز وجل، ولا يفرح الشيطان مثل فرحه بثلاث: قتل مؤمن، وموت إنسان على كفر، وشخص يكون في قلبه خوف الفقر. وقال عبد الله بن المبارك: قيل لحمدون في مرض الموت: أوصي لأولادك. قال: إني أخاف عليهم الغنى أكثر مما أخاف عليهم الفقر. رضي الله عنه وغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.